على اساس اللي كتقابى اجر شهري اللي كتفوق 50000 درهم كعشر ساعات شهري الى لاعبين اللي كيمارسوا في المنتخب الوطني، وعلى اساس اللي كيستخدموها الفرق كاملين من الاجانب باش يدعموا الصفوف ديال الفريق، لان المستوى ديال القسم ممتاز والمستوى عالي. حنا كنكتب تأينا أننا خصنا نواكبوا التطور والمرحلة، فما كانش كيمكن أننا نبقاو نكتفيو بالعناصر المحلية، لأن الضرورة استدعت أننا حنا نستقدموا على العناصر، والفرق كاملة خدامة على جلب العناصر، لأن السوق دابا مفتوح والفرق كاملة، لأن كما أشار السيد أحمد الوقت كان شوية ضيق وجات الأمور كتقلب اللاعبين كتستقطب اللاعبين وكترص الصفوف ديالها. حنا حتى حنا وكبنا هذه المرحله هذه ارتئينا اننا نجيبوا عناصر جوج عناصر من امريكا باش بالاضافه ارتئينا اننا نطعموا الفريق ديالنا بعناصر على الصعيد الوطني اللي عندها تجربه وتكون اضافه بالنسبه للعناصر ديالنا. كنظن بان الان عندنا فريق ولا يمكن نقولها وممكن نعنيها أننا عندنا فريق ربما أنا كنظن أننا حنا غتكون عندنا الكلمة في هاد السنة هادي غتكون عندنا الكلمة فيما يخص البطولات القسم الوطني الممتاز. كنظن أننا عندنا فريق منافس ربما صحيح ما مكيبغيش يعطي وعود، ولكن أنا بحكم التجربة ديالي كنظن أننا هاد السنة هادي يمكن نفسو في الصف الأولى ويمكن نحققو شي مفاجأة على الصعيد الوطني. العقود هي مكلفة، غتكون مكلفة بالنسبة للفريق، ولكن حنا كما عهدناكم أننا دائما كنتحمل المسؤولية ودائما ماشي مجازفة ولكن كنكونو عند الوعد. فمكان يمكنش اننا حنايا لان كاين بزاف الناس كرهنوا انه اصعب مرحله هي السنه الاولى في كل قسم، فالسنه الاولى كتكون صعيبه بزاف بالنسبه للفريق اللي كيكون صعيب. حنا ما يمكنش اننا نسقطوا في ديك الفخ اننا نطلعوا ومن بعد نوليو نحصلوا على النكبات، هذه هي اخطر مرحله حنا واعيين بها. كنوعدكم باننا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذه السنه غادي نكونوا في المستوى، غنشرفوا المدينة، غنشرفوا اسم الفريق، وغتكون الدلالة الكريمة على الصعيد الوطني. هذا فيما يخص تفاصيل العقود واللاعبين. فريق الإناث فعلا فريق الإناث هو تاهو في بحر الأنظار ديالنا، لاحظتوا بأنه في وقت وجيز استطعنا أننا نوصلوا فريق الإناث للقسم الوطني الأول. ومع ذلك كان القسم الوطني الاول لان ماشي تخطينا مستويات. هذه السنه هذه كما في السنوات اللي مرت اننا الهدف ديالنا هو اننا نحافظوا على المكانه ديالنا الماديه. غادي يجي البروجي من بعد، يعني المشروع للنهوض بالقسم بالفئه ديال العنصر النسوي غادي يجينا مباشره من بعد هذه السنه هذه ديال تثبيت الاقدام ديال الفريق الذكور ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنوعدكم بانه ابتداء من السنه المقبله يكون عندنا هدف بالنسبه للعنصر النسوي ونطوروه، وان شاء الله فلما لا نوصلوا به حتى هو للقسم الممتاز. هذا من الاهداف ديالنا. العنصر النسوي دائما كان محط الانتباه، وكنشكر بهذه المناسبه اللاعبات. فالسنه بالنسبه لنا حنا كنكتب هو اللاعبين واللاعبات، كل شيء يتحمل مسؤوليته من جهته. العلاقه اللي بيناتنا ديال العائله هي اللي كتخلينا اننا نحققوا الاهداف ونحققوا النتائج. هذا يخص الاناث. انا كنوعدكم بانه ان شاء الله الرحمن الرحيم ندوزوا هذه السنه هذه السنه اللي ناجا نخدموا على الهدف اننا نصعدوا فريق الاناث. حنا في غياب القاعه المغطاه فصعيب علينا اننا نديروا مدرسه نشتغلوا فيها طيله السنه، وعارفين الظروف ديال المناخ والظروف اللي كتعيشها ديال العرائش الرطوبه، فما يمكنش نشتغلوا مع وليدات صغار في الظروف ديال المناخ اللي هي صعيبه بالنسبه لديك العرائش.
هذا لعيب أننا ما كان عسانيش الفئة الصغرى، فإحنا الفئة الصغرى لحد الآن أعطينا المسؤولية للسي إبراهيم العباس اللي ربما الرقم ربما بالنسبة للفئة الصغرى كيتجاوز 100 طفل. إحنا كنشتغلوا جميع الفئات العمرية، فإبراهيم العباس هو اللي أعطينا هذه المسؤولية هذه، زائد أننا دخلنا في شراكات، وهذا هذه السياسة ديالنا من دائما منذ التأسيس، أننا عندنا شراكات مع مدارس تعليمية، عندنا شراكات معاهم اللي كنحنا كنمشيو نعطيو لهم بعض التكوينات، وكنديروا بعض اللقاءات اللي بعض الدوليات. فاحنا بهذا الجانب هذا كنشتغلوا مع الفئة العمرية. فيما يخص السؤال ديال المشروع وبداية التأسيس لحد الآن، أنا غادي نتكلم على بداية التأسيس والمرحلة اللي وصلنا لها. إحنا الكل كيعرف بأن ليكسوس العرائش تأسس سنة 2008، اشتغلنا في السنوات الأولى على تأسيس، على توسيع قاعدة المشتركين، على ترميم ديال البنك الداخلي ديال الفريق، واشتغلنا باش نعطيو الكلمة ديال ليكسوس أنها تولي تفرض الوجود ديالها على الساحة الرياضية، لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الوطني. من بعد 2015 دوزنا الأهداف، وربما أنتم كتعرفوا أنتم وقفتوا معنا المرحلة هذه كاملة، كان صعيب علينا أننا ندوزوا الأهداف، وهذا هو كان المشكل الرئيسي بالنسبة للعرائش، بالنسبة للرياضات اللي كتلعب في القاعة. حيث كتعرفوا جميعا أن بالنسبة للرياضات ديال كرة السلة، فيفوا تكون خصك تدوز القسم الوطني الثاني، المفروض عليك تكون عندك قاعة مغطاة. ما كاينش قاعة مغطاة يعني محكوم عليك تبقى في بلانير ثروازيام ديفيزيون. حنا خدينا على العاتق ديالنا أننا نخدموا على الهدف أننا نطلعوا القسم الوطني الثاني، ولو في غياب القاعة المغطاة، لأن كاين بزاف الناس كيقولوا بأنه ما يمكنش تكون عندك هدف أنك تطلع القسم الوطني الثاني وأنت ما عندكش الظروف ديال الممارسة القاعة المغطاة. حنا كمكتب وسألنا أننا خصنا ناخذوا المغامرة باش نحمل المسؤولية للجميع، باش الناس هما خصهم يخاطروا لها. أنا كنوجه لأن والكلمة السلطات المحلية ديال المدينة والإقليم، باش هما يتحملوا مسؤوليتهم فيما يخص القاعة المغطاة. فحنايا ارتأينا أننا نحرقوا المراحل وندوزوا المرحلة الثانية. صعدنا القسم الوطني الثاني، والمناسبة أننا التجربة ديال القسم الوطني الثالث اللي كنا سطرنا فيها هدف أننا نطلعوا القسم الوطني الثاني، كنا حصلنا على بطل المغرب. كانت العرائش، كانت ليكسوس العرائش بطل المغرب في ديك السنوات، ربما كتذكروها. دوزنا المراحل الثانية مباشرة دوزنا الأهداف، القسم الوطني الثاني، القسم الوطني الأول، والسنة اللي مرت أو الثالث سنة اللي مرت كان عندنا كهدف أننا ندوزوا القسم الممتاز. بزاف الناس كانوا كيتسألوا كيفاش الفرقة اللي كتلعب برا خمس سنين هذه وعاد دوزنا القسم الممتاز اللي هو مرحلة اللي هي صعيبة. حنا باقيين في العهد وباقي إن شاء الله الرحمن الرحيم نتحمل المسؤولية والصعاب. هاد السنة هذه ما كانش ممكن أننا ننتقلوا نلعبوا في القصر الكبير، لأن الظروف ديال القاعة المغطاة ديال القصر الكبير غير مؤهلة باش نلعبوا فيها مباراة ديال القسم الممتاز. انتقلنا لمدينة طنجة، وفي الانتقال ديالنا ديما كاين صعوبات، ربما ماشي أمور ماشي سهلة. يعني باش كتمشي تطلب قاعة من مدينة أخرى، دائما بحال اللي كتمشي تسعى شي حاجة لواحد الإنسان اللي صعوبات. بالمناسبة كنشكر المدير الجهوي للشباب والرياضة المساعدة والتفاهم ديالو، وحب أنه مدير جهوي، يعني احنا في الجهة ديال طنجة تطوى الحسيمة، فرقينا منه الترحيب واستطعنا أننا كما قال أحمد أننا ناخذوا ثلاثة حصص ديال التدريب، مع العلم أننا احنا دوزنا المرحلة ديال فريق محترف، وحنا عندنا لاعبين محترفين اللي خصو يترينوا في الصباح وفي العشية. خصو يترينوا مصلحتنا احنا كفريق أن خصو يترينوا، لأنه هو عنده عقد عمل وخصو يعمل الخدمة ديالو باش حنايا نحققوا النتائج. كيتعذر علينا أننا نحصلوا على قاعة مغطاة باش نمارسوا التدريب العادي اللي كيمارسوها فرق خارج المنافسة. بالنسبة لنا حنايا كنظن جميع الفرق عندها قاعة مخصصة لها اللي كتحضر بالأوقات الكاملة باش تعمل التدريب.
فمرة أخرى كنوجه نداء ديالي للسلطات المحلية والمعنية بالأمر أن تسرع في إيجاد القاعة المغطاة وتسرع في باش تكمل القاعة المغطاة ديال المغرب الجديد. فيما يخص وسيلة النقل، وسيلة النقل احنا كما كتعرفوا أنه هذه السنة هذه عندنا مشكلة في وسيلة النقل. كان احنا كفريق ليكسوس كنا في 2015 من طلعنا لكأس المطيع الثاني كنا حصلنا على وسيلة نقل. كانت اتفاقية أنه مبادرة وطنية تعطينا وسيلة نقل بالإنجاز اللي كنا حقنا عليها، وحكم أننا كنتنقل كل ساعة فعلا استطعنا أن نحصل على وسيلة نقل. ولكن كان رسائل بعض العناصر وبعض الإخوان من المجلس البلدي أنه دوز هذه وسيلة النقل عن طريق البلدية باش حنا يكون عندنا الامتياز أننا نستافدو من الغازوال من الشيفون من الوراق ديال السيارة. حنا جاتنا فكرة بأنها استحسننا الفكرة على أساس هذه الاتفاقية هذه أننا نستافدو من الغازوال. العرائش الممارس بالقسم الممتاز بكرة السلة البطولة الوطنية هذا هو الفريق الرسمي لليكسوس العرائش. كذلك تقديم فريق الإناث لليكسوس العرائش. ميزة فريق الإناث لليكسوس العرائش استقطبنا عناصر جديدة في الفريق باش تكون دعامة وتعطي الإضافة للمكتب. يسعدني أن أتقدم الشكر للسيد وسام بن سامي. السادة نجلة العليل أنصار الإسمي للفريق. كمان هناك عنصر آخر المكتب اللي هو كإضافة هو عنصر عديد الحجة هو المدير ديال بمنتجع ديال ليكسوس حمزة بعافية. كبداية أولا حنا كفريق ليكسوس كما عهدناكم أننا دائما التزمنا بتحقيق النتائج فحنا كنا عند الوعد ووصلنا الحق العلامة الكاملة وهي
الوصول قسم فئة الذكور إلى قسم ممتاز، وإن شاء الله في مراحل عندك برنامج مشيت السنوات اللي نستخدم فيها إن شاء الله قسم النساء حتى هو يكون في قسم ممتاز. هذا هو الهدف ديالنا إن شاء الله في مراحل. الوصول ديال قسم ديال الذكور ممتاز ماكانش سهل، وربما اجتماعي في غياب البنية التحتية أضعف الشروط لتحقيق أهداف وتحقيق نتائج، فاستطعنا أننا نكونوا في مستوى وأننا بالتحية ديال الجميع بصفة خاصة اللاعبين المشهورين التحية ديالهم المكسب المسير وجود الخفاء اللي لا داعي للأسماء ديالهم. إذا فإحنا في غياب أبسط الشروط لممارسة الرياضة اللي هي القاعة المغطاة، وكنتم على علم أننا إحنا كفريق كان عندنا تحدي ومازال مستمر، ف 5 سنوات حنايا كنعانيو وكنلعبو خارج الميدان. كنتمناو أن المحنة ديال القاعة المغطاة تكون عندها حل، تكون عندها نهاية هاد السنة. مؤخرا كنا يوم الجمعة الماضي كنا في استقبال مع السيد العميد، مشكور على الاستقبال ديالو اللي بدا لنا التجاوب كامل أنه واعي بالمرحلة وواعي بالخصائص اللي كيعاني فريق ليكسوس والخصائص اللي كتعاني المدينة بصفة عامة، لأن كنا رياضة أخرى اللي تعيا بحرمة من القاعة المغطاة. فكان الوعد ديالو أنه غادي يعمل في جهدو إن شاء الله الرحمن الرحيم آخر هاد السنة إن شاء الله تكون عندنا قاعة مغطاة اللي نقدرو نمارسو فيها الموسم المقبل. فشكرا لكل من تحمل على السفر والتنقل للمدن الأخرى لإجراء المقابلات المحلية. كنعتذر إلى الجمهور العرائشي اللي ما كيقدرش يتمكن يشاهد المباراة ديال الفريق ديالو، وكنا كنتظروا أن حنا عارفين بأن الجمهور العرائشي متعطش لكرة السلة وهو الدعم والركيزة بالنسبة لفريق ليكسوس. ومرة أخرى شكرا للجمهور العرائشي، نتمناو الهاجس ديال القاعة المغطاة يكون هذه النهاية ديال السنة، وتمتعوا بالفريق ديالكم في القسم الممتاز بالنسبة للذكور والقسم الأول بالنسبة للإناث. نعطي الكلمة للسيد المدرب حدثنا شوية على البرامج اللي خططناها هاد السنة إن شاء الله الرحمن الرحيم. أنا نتغادى اليوم بالنسبة للفريق لكم. السلام عليكم، تحية للحضور الكريم، خاصة أخرى نرحب بالحضور باللاعبين واللاعبات أخوان ديال الصحافة. بالنسبة لأحمد حجاج، أولا هو شرف كبير باش ناخذ هاد الطريق هذا. أولا باش عرفت واحد الأشخاص صراحة يعني اللي سامي كيعجز على ديك الأوسكار ديالهم، حتى السي مصطفى، السي العربي، السي محمد، ناس صراحة رياضيين. أنا بحكم جريدة ديالي متواضعة عاشت ناس هاد الميدان ديال كرة السلة، هادو الناس ناس الرياضة، وخص مدينة العرائش خصها تكون فخورة بأشخاص مناضلين رياضيين. دائما كنستعمل هاد المقولة، كاين ميدال رياضي، هاد الناس كيناضلو رياضيين، لأن باش نبقى الفريق لمدينة أخرى، واخا المسافة ديال الساعة المدينة، ولكن هذا عمل كبير وجبار، وعمل يومي، عمل روتيني، تقريبا راه كنتظروا أكثر من 20 مرة ديال التليفون باش نجي المسائل. ربما كانت صعوبات على مستوى القاع المغطاة، الحمد لله تمكنا باش ناخذ واحد ثلاثة الحصص اللي هي ماشي كان اليوم الفريق كيمارس في القسم الممتاز، السؤال الآخر يكون عنده 5 حصص زائد 5 حصص صباحية، لأن الآن نقدروا نقولوا غرسنا حنا في واحد العالم نصف احترافي، كاين لاعبين محترفين أمثال الأمريكيان توماس حاولنا نجيبو لاعبين يقدموا الدعم والمساعدة للفريق. نحيي بهذا المنبر لاعبين العرائش بدون استثناء، لاعبين كلهم حماس
وكنبغي بهذه المناسبه انا شخصيا نصفق عليهم هذا اللاعب عطاوني دعم وغابيدمون يعني بسرعه تكون واحد الجو عائلي بيناتنا طبيعه الحال كيف عفوا انتو سمعتي ولكن الحمد لله من بعد واحد خمسه الحصص تكون واحد الجو عائلي وكنشكر حتى اللاعبين اللي كنشوفهم عن غابيدمون سي محمود سي عبد الرحيم الامريكيين سي عبد الرحمن الان كنعيش واحد الجو عائلي طبيعه الحال اول مره كونش طالب من بين مسائل قليله اللي حاسين بان انا داخل الجو ديالي واخا انا كنتمي لفريق اخر اللي صار اللي هو اتحاد طنجه اللي كنحيي في هذه المناسبه ولكن الان الرياضه ما فيهاش اختيار انا الفريق ديالي هو ليكسوس حاول ما امكن باش نسخروا جميع المسائل اللي عندنا اللي تعلمناها لان الحمد لله الان 2008 وانا بديت المسيره ديالي سالي المسيره ديالي كلاعب بديت اوتوماتيك المسيره ديالي كمدرب خذيت مجموعة من الفرق تحققت مجموعة من الألقاب إن شاء الله نسخر جميع المسائل ديالي باش نعاود الفريق فريق يستاهل وفريق سيكون إن شاء الله في منصة التسجيل نستنى هدف العام نستنى كما هدفت مع الإخوان ديال المكتب فهو أول حاجة هو الحفاظ على المكان ديالنا في القسم الممتاز ولماذا إن شاء الله أنا كنشوف الفريق الذكي تماما خصنا مزيد من الأعمال مزيد من المتابعة باش إن شاء الله نلعبوا على الصفوف الأمامية هو شوف تي في التفاصيل ديال العقود اللي دارت ما عرفتش شويه ديال التفاصيل المده لي زوبجيكتيف ديال كل عقد واش غيطولوا معنا بزاف ولا غير هي مده اساسيه عندي سؤال ثاني للسي احمد غني عن التعريف طبعا السي احمد كي جيتي ليكسوس العرائش انت جاي من اتحاد طنجه اللي هي كاين واحد البنيه كبيره واش كتشوف ان البنيه واللاعبين والمؤهلات واش قادرين اننا نكملوا واش كاين شي هدف اللي هو ممكن تحققوا له في هذه الفتره بهذه الامكانيات اللي عندنا اللي سهر على انجاح هذا العرس الرياضي ولا المجهودات المبذوله من طرف الاخوان اللي حاضرين معنا اليوم ربما فريق ليكسوس اللي واحد الفريق اللي كينافس بقوه واللي كنحييو السيد الطلب على المجهودات المبذوله من طرفكم ربما المساله هذه كما ربما حاليا اتضحت ان حاليا كواحد جالس هنايا كاعلامي انكم صبيتوا كل الاهتمام ديالكم على الفريق الدكور في حين كنشوفوا ان الفريق ديال الانف ما قدمنا لا مدرب لا الفريق هذا اللي كنشوفوا انه ربما ما كينافسش بقوه اذا واش غتسوقوا الاهتمام ديالكم على الفريق ديال الانف من اجل انه حتى هو ايضا ينافس البطوله ولماذا انه يحقق مجموعه من النتائج ان يكون واحد كره قاعديه كما قالوا يعني كاين فئات مدرسه حيت الكره ديال الباسكيت حسب اللي كنعرفوا هنا ان عندها واحد الشعبيه داخل مدينه العرائش يعني كنشوفوا هنا الرياضه كاين كره القدم واش كتفكروا باش انكم تاسسوا شي كنهني ليكسوس العرائش هذا الانجاز الرياضي اللي هو شريف مدينه العرائش في نفس الوقت يعني واحد الهام يعني على تنميه ممارسه كره السله في مدينه العرائش فبالمناسبه بغينا سي مصطفى نوضح لهم المشروع
كبير ديال ليكسوس يعني على هذا المجال تنمية كرة السلة. بالنسبة للنادي وكنا يعني منذ البداية ديال التأسيس ديالو والأنشطة ديالو والممارسة الرياضية ديالو مثلا كنا بعض الجوانب كنا والإخوان نحاول نشوف جوانب أخرى مثلا لوجيستي ما يخص النقل اللي كنعرفو واش كاين شي مبادرات يعني جديدة عند هذا الفريق خصو الصورة ديالو تظهر كفريق يمارس في قسم ممتاز باقي كنا نفس المسيرة ديال النقل على مستوى المالي لا مولاش الجوانب التي هي أساس ديال تنمية الممارسة الرياضية يعني بغينا المشروع كامل يوضح لنا اسم الصباح. وبالنسبة للمسألة التقنية مع الإطار التقني غير كذلك يعني يوضح لنا الجوانب التقنية الممارسة خاصة القسم الممتاز مثلا على مستوى الرياضي نقولوا أكثر تحملات ديال الفريق قد المستوى البنيات الرياضية المستوى التقنية هذا قلت اللوجيستيك أو هذا ولكن نشوفوا الجوانب التقنية مع الإطار التقني وباش يوضح لنا كذلك المستوى. بدون كما كنقولوا سميتو ترونسبور او الحافله ديال اللاعبين مجموعه ديال العراقيل ورغم ذلك تحديتو طلعتو من القسم الوطني الممتاز على ما اعتقد. برافو لكم. طريق طويله الاهم شيء هو الحفاظ على المكانه ديال الفريق القسم الوطني الممتاز. المدرب كيبان لي مجموعة اتحاد طنجه ليكسوس أكيد أنه عنده إضافة نوعية للفريق كان فريق اليوم فريق اتحاد طنجة والكل كيعرف ما أدرك ما اتحاد طنجة فريق ليكسوس هو عنده رجال وعنده الناس ديال المدينة واقفين معاه. النقطة الثانية اللي كنشير ليها هي مكرهناش أن يكون واحد الضغط سواء إعلامي ولا من ناحية المكتب لأن الملعب خصو يكون أقرب وقت من ممكن لأن المدينة حاجة ماسة الملعب. فريق بدون ملعب فريق بدون كرة فريق بدون جمهور راه ما عنده والو يعني دائما كيتخبط نفس الإشكالية دائما يبقى يطلع على طنجة ولا يلعب في قصر صغير. الجمهور كيعطي واحد الدعم اللي هو كبير سميتو الفريق. النقطة ديال أغلب النقط أشاروها الإخوان أقتصر على الإشكالية ديال المنح أو الفلوس اللي عطيتو للعبة جدال. نتمنى انهم يقدموا واحد المسيره اللي تكون مسيره طيبه للفريق. بغينا نشوفوا فريق ونفتخروا بالمدينه ديال العرائش يعني للاسف الشديد كره مدينه العرائش وكره السله راه كانت طيحه ولكن الحمد لله كنفتخروا اننا ولاد هذه المدينه وان الفريق كره السله عندنا. ما عنديش اسئله ولكن برغم لكم وتحياتي لكم ونشوفوا اسئله ان شاء الله في المستقبل ليكون فريق ينافس اقوياء وتحياتي. حقيقة كان للمكمل هذا هو الواجب الصحفي الأول على كل الواجب الصحفي هو الواجب الجمهور واجب أن كل واحد كيعرف شنو التحديات اللي أمام شنو المعاناة ديال الفريق شنو التحديات اللي أمامه على رأسها كما قال مدينة قبل قليل غياب الملعب وغياب وبالتالي غياب الجمهور. في هذا الصدد كنهنيكم أولا المدرب الجديد الوطني واللاعبين ونتمنوا كما قال الاخ قبل قليل كذلك يتعاملوا بنفس بروح تعاونيه مع الفريق لان الفريق الاساسي اللي عنده هو ما كاينش الملعب ما كاينش هذا الدعم الكبير. في هذا الاطار كنسول وبالتالي وانتم داركين تدركون ذلك وتركزون عليه من خلال الندوة الصحفية اللي كتعقدوها دائما كنجدوا الرئيس يمشي باتجاه اول ما قبل كل شيء كيمشي باتجاه باش يذكر دائما على فكرة العميل. في هذا الصدد كنطرح السؤال ديالك مع العميل واش كان شي صراحة من عنده شي كلام تقني أو كان فقط تضحيه واستقبال ديالو وبالتالي قد أورد فيها شوية ديال الغموض هاد القاعدة اللي كنتمنى من السيد الرئيس ديال النادي يجاوب عليها. شكرا. باش نعطي الحضور كيدير واحد الكلمة على
كرة السلة المغربية. أولا حنا فحط ترسي النادي كرة السلة عاشت واحد ثلاث مواسم كانت بغرفة إنعاش، ما كاينش ممارسة، ما كاينش تزاريز. ومن بعد جات هاد الجائحة ديال كورونا، جات القاعات تشدت إلى آخره. الآن حنا في واحد الموسم استثنائي وحالة انتقالية. علاش؟ أولا لأن جا هادشي بواحد السرعة فارقة، الجامعة خطرت الفرص باش تصبح التاريخ، ما عطاناش الوقت أولا لا نستعدوا لا بدنيا ولا تقنيا ولا ترتيبيا. يعني أول حصة كانت يوم كنظن الثلاثاء الأسبوع الفارق، السبت كانت عندنا مقابلة. يعني بالنسبة للمدرب أو التقني هاد المسألة ما كتخرجش، يعني كنعرفوا خص واحد التخطيط ديال السنوي اللي كيبدا بواحد جذب اللاعبين، ثم واحد الاستعداد بدني، ثم الاستعداد التقني، ثم الاستعداد التكتيكي، ثم مباريات ودية، ثم الاستعداد للدخول المباريات الرسمية. هادشي ما كاينش. الآن السنة تكون فيها أربع شهور، يعني غنحاولوا نخدموا هاد الصعوبات هادي. الحمد لله استخدمنا اللاعبين بواحد السرعة فائقة، بدينا التدريب، كنحاولوا نخلطوا من وجد واحد الخلطة بين ما هو بدني وما هو تقني وترتيبي، باش يمكننا نهار السبت نكونوا حاضرين. الحمد لله كان أول فوز يوم السبت على فريق ميدلت. نتمنى والله نمشيو هاد الفريق على هذا. ضروري خصنا نبدلوا هاد الوصفة هادي باش يمكننا إن شاء الله نكونوا، لأن ما كاينش توقف، ما يكونش لا توقف. ألور خصنا نكونوا عارفين الواقع ديال كرة السلة الوطنية هاد السنة. كيفاش قلت لكم المشروع ديالنا الآن هو تأسيس لمشروع قادم ديال السنوات اللي غادي، ربما سنة وربما سنتين. يعني كنحاولوا نستقطبوا اللاعبين بواحد العمر كيتجاوز 23 سنة. أول حاجة لأن اللاعبين اللي كيجيو عندنا إن شاء الله يبقوا معنا، يعني كتجي تستقطب اللاعب يبقى معاك 3 شهور يمشي لحالو. داكور، يعني مجموعة الصعوبة نحطوا واحد الفكرة ولو شابينة في المشروع. هناك شيء آخر بالنسبة للأخ اللي سولني على المسائل البشرية، دائما فريق العرائش عنده العنصر البشري في كرة السلة، ولذلك العرائش هي معروفة في كرة السلة. حنا في اتحاد طنجة كندوز كنلعبوا ولا نستخدموا لاعبين اللي مرسوم معنا في القسم الوطني الأول. دائما للأسف القاعات الرياضية أو الغياب أو الانعدام القاعات الرياضية أو الملاعب الرياضية في مدينة العرائش خصوصا في كرة السلة ما قدرتش تستعبد الناس المسؤولين باش يكونوا مدارس باش يعملوا مجموعة ديال الأنشطة سواء رياضية سواء اجتماعية، لأن الآن مشاريع ديال الأطفال تكون اجتماعية رياضية. للأسف كل شيء عنده علاقة بتأسيس أو بناء أو افتتاح القاعة المغطى، لأن بين مجموعة من المسائل يمكن اللي تعمل واحد منظمة فارغ، يمكن اللي تستعمل فئات عمرية، فبعد هذا نشارك في المنافسة ديال الأسرة والمنافسة الوطنية. هادشي كامل عنده علاقة بالجانب ديال الملاعب اللي هو القاعة المغطى. كرة السلة واحد الرياضة اللي هي مدرسية ولا جامعية يمكن لاش تمارس الملعب ديال الملاعب ديال الملاعب. يعني مجموعة من المسائل كنظن إن شاء الله المسؤولين هما واعيين بالمسؤولية هذه. وجود قاعة وماشي بالنسبة للفريق الكبار، حتى بالنسبة للأطفال الفريسة. طبعا نأسسوا الفريق كيمثل مدينة العرائش بعد 10 سنين، خصنا دابا نبداو نفسحوا المدارس ونجيبوا أطر التقنية اللي هي في المستوى. ما نعملوش أطر هي مثلا ولا علاقة كرة السلة، لأن هذا المؤثر هذا المدرب ديال الفئات العمرية خصو يكون مكون وعنده شواهد باش يعني أنه يجمع ما هو تربوي وما هو رياضي. هادشي اللي كاين. نتمنى الله يكون جاوز في إجمال المسائل التقنية. شكرا. بجرد بعض التساؤلات ديال الإخوان فيما يخص السؤال الأول ديال العرائش البركات واللي كان كيتعلق بالتفاصيل ديال العقود. أولا استجابة الاحترام للاعبين في الأرقام المعروضة ماشي، ولكن أعطيكم فكرة على العقود. من ناحية مرحلة انتم عارفينها واعيين بها حنا كاملين، مرحلة صعيبة وماشي سهلة. كاسب ممتاز كيخصو لاعبين في المستوى الكبير، وهذا ما كينقصش من الامكانيات ديال الفريق ديالنا المحلي. فمرة اخرى نحييهم، فالشرف كيرجع ليهم على الوصول ديالنا لتحقيق هاد النتائج. فتقريبا
جاء نتيجة اللاعب المحلي، ولكن مرحلة التسعين أننا نطع على الفريق مع العسل اللي هي متمرسة ولتقل إلى أخر الفريق قسم ممتاز. وقت عرفوا يتلعب لاعبين من طراز العالي، لاعبين أمريكيين، لاعبين الفرق المنافسة، كلما توفر على عناصر اللي يعطيكم فكره مثل الاستاليات ولا عناصر اللي كتقاضى على الشهري اللي كتفوق 50,000 درهم كعرش شهري. كاين لاعبين اللي كيمارسوا في المنتخب الوطني وعناصر اللي كيستقبلوها الفرق كاملين من الاجانب باش يدعموا الصفوف ديال الفريق، لان المستوى ديال القسم الممتاز هو مستوى عالي. حنا كنكسب تعينا من أخذ الوقت هو تطور المرحلة، فما كانش كيمكن أننا نبقاو نكتفيو بالعناصر المحلية، لأن الضرورة استدعت أننا حنا نستقبلو عناصر، والفرق كاملة خدامة على جلب عناصر، لأن السوق دابا مفتوح والفرق كاملة، لأن كيما إن شاء الله السيد أحمد الوقت كان شوية ضيق وجات الأمور مباغتة، فالفرق كلها كتقلب على لاعبين، كتستقطب لاعبين وكتنسى الصفوف ديالها. حنا تحنا وقفنا هذه المرحلة هذه، وتعلمنا أننا نجيبو عناصر، جوج عناصر من أمريكا باش بالإضافة، وتعلمنا أننا نطعمو الفرق ديالنا بعناصر على الصعيد الوطني، لأن التجربة تكون تعلم الإضافة بالنسبة للعناصر ديالنا. كنظن بأن الآن عندنا فريق، ولا يمكن نقول ممكن يعني ان هذا الفريق ربما انا كنظن ان احنا في هذه السنه هذه اسمها هذه الكلمه فيما يخص البطوله القسم الوطني الممتاز. كنظن ان عندنا فريق منافس، ربما سيحدث ما يمكنش يعطي وعود، ولكن انا بحكم التجربه ديالي كنظن اننا السنة هذه يمكن نفسو في الصفوف الأولى ويمكن نحققو شي مفاجأة على الصعيد الوطني. العقود هي مكلفة، غتكون مكلفة بالنسبة للفريق، ولكن حنا كما عهدناكم أننا دائما كنتحملو المسؤولية، دائما ماشي مجازفة ولكن كنكونو عند الوعد. فمكان يمكنش أننا حنايا، لأن كاين بزاف الناس كنعرفو أنه أصعب مرحلة هي السنة الأولى في كل قسم، فالسنة الأولى كتكون صعيبة بزاف بالنسبة للفريق اللي كيكون صعيبة. حنا ميمكنش أننا نسقطو في الفخ أننا نطلعو من بعد نحصلو على النكبات، هذه هي أخطر مرحلة، حنا واعيين بها. كنوعدكم بأننا إن شاء الله الرحمن الرحيم هاد السنة غادي نكونو في المستوى، غنشرفوا المدينة، غنشرفوا اسم الفريق، وغتكون بدنا الكلمة على الصعيد الوطني. هذا فيما يخص تفاصيل العقود واللاعبين اللي بداوهم. فيما يخص السؤال الثاني ديال العرائش الجوز كيتعلق بفريق الإناث، فعلا فريق الإناث هو أحد الأنظار ديالنا، لاحظتوا بأنه في وقت وجيز استطعنا أننا نوصلوا لفرق الإناث بالقسم الوطني الأول، ومع ذلك بالقسم الوطني الأول، ماشي تخطينا المستويات. هذه السنة هذه كما في السنوات اللي مرت، أننا الهدف ديالنا هو أننا نحافظوا على المكان ديالنا لو مانتين. غادي يجي البروجي من بعد، يعني من المشروع للنهوض والكسب الفئة ديال العنصر النسوي، غادي يجينا مباشرة من بعد السنة هذه ديال تثبيت الأقدام ديال فريق الذكور إن شاء الله الرحمن الرحيم. كنوعدكم بأنه ابتداء من السنة المقبلة يكون عندنا هدف بالنسبة للعنصر النسوي ونطوروه، وإن شاء الله فلما لا نوصلوا للأول القسم الممتاز، هذا من الأهداف ديالنا. العنصر النسوي دائما كان محط انتباه، وكنشكر بالمناسبة اللاعبات على التضحية ديالهم، لأن حنا كما كنقولوا عائلة وحدة، ودائما كنقولها فالسنة بالنسبة لنا حنا كنكسبها هو اللاعبين واللاعبات، كل شيء يسحب مسؤوليته من جهته. العلاقة اللي بيناتنا ديال العائلة
يعني كتخلي لاعبنا تحقق كل الاهداف وتحقق كل النتائج. هذا هو فيما يخص الاناث. انا كنوعدكم بان ان شاء الله الرحمن الرحيم ندوزو هاد السنه هادي السنه اللي جا خدمه الهدف اننا نصعدو لفريق ان شاء الله قسم ممتاز سنه. فيما يخص السؤال ديال لارا سبور اللي كتعلق بالمدرسه اللي كتعلق بالمدرسه والفئات الفئات الصغرى، فاحنا غياب القاعه المغطاه هاد القيادة ديال القاعة المربات مكانش تصورات، حنا في غياب القاعة المربات فصعيب علينا أننا نديرو مدرسة لي نشتغلو فيها تلات سنوات، وعارفين الظروف ديال المناخ والظروف لي تعيشو لي متعيش الرطوبة، فميمكنش نشتغلو مع وليدة صغار في الظروف ديال المناخ لي صعيب بالنسبة للعرائش. هذا لا يعني باننا ما كنعتمدش في الفئه الصغرى، فاحنا الفئه الصغرى بحال هكا عطينا مسؤوليه السي ابراهيم العباس اللي ربما الرقم ربما بالنسبه للفئه الصغرى كيتجاوز 100 طفل، حنا كنشتغلوا جميع الفئات العمريه، فابراهيم العباس هو اللي عطينا هذه المسؤوليه هذه، زائد اننا دخلنا في شراكات وهذا هذه السياسه ديالنا من دائما من تاسيس اننا عندنا شراكات مع المدارس التعليميه. عندنا شراكات معاهم اللي كنحنا كنمشيو نعطيو بعض التكوينات وكنديرو بعض اللقاءات وبعض الدوريات، فحنا بهذا الجانب هذا كنشتغلو مع الفئات العمرية. فيما يخص السؤال ديال راه شافو المشروع وبداية التأسيس لحد الآن، أنا غادي نتكلم على بداية التأسيس والمرحلة اللي وصلنا لها. حنا الكل كيعرف بان ليكسوس العرائش تاسس سنه 2008، اشتغلنا في السنوات الاولى على تاسيس على توسيع قاعده المشتركين على ترميم ديال البيت الداخلي ديال الفريق، واشتغلنا باش نعطيو الكلمه ديال ليكسوس اللي تفرض الوجود ديالها الساحه الرياضيه لا الصعيد المحلي ولا الصعيد الوطني. من بعد 2015 دوزنا للأهداف، وربما انتم كتعرفوا وقتوا معنا المرحلة هذه كاملة، كان صعيب علينا أننا ندوزو للأهداف، وهذا هو كان المشكل الرئيسي بالنسبة للعرائش، بالنسبة للرياضات اللي كتلعب في القاعة، حيث كتعرفوا جميعا أن بالنسبة للرياضات ديال كرة السلة، فمن فوا تكون خصك دوز القسم الوطني الثاني، من فوا غادي تكون عندك قاعة مغطاة. ما كاينش قاعة مغطاة يعني محكوم عليك تبقى في بلانير توازيام ديفيزيون. حنا خدينا على العتق ديالنا أننا نخدمو على الهدف أننا نطلعو للقسم الوطني الثاني ولو في غياب القاعة المغطاة، لأن كاين بزاف الناس كيقولو بأنه ميمكنش تكون عندك هدف أنك تطلع للقسم الوطني الثاني وأنت ما عندكش الظروف للممارسة القاعة المغطاة. حنا كنكتب وسألنا أننا خصنا ناخدو مغامرة باش نحملو المسؤولية للجميع، باش الناس خصهم يخاطروا لنا أننا كنوجهو إحنا والكلمة للسلطات المحلية ديال المدينة والإقليم، باش هما يتحملوا مسؤوليتهم فيما يخص القاعة المغطاة. فحنايا ارتأينا أننا ندوزو نحرقو المراحل ندوزو المرحلة الثانية، صعدنا للقسم الوطني الثاني، والمناسبة أننا التجربة ديال القسم الوطني الثالث اللي كنا استطعنا فيها هدف أننا نطلعو القسم الوطني الثاني، كنا حصلنا على بطل المغرب. كانت العرائش كانت ليكسوس العرائش بطل المغرب ديك السنوات ربما كتذكرون. دوزنا للمراحل الثانية مباشرة للأهداف، قسم الوطني الثاني، قسم الوطني الأول، والسنة اللي مرات أو الثالثة اللي مرات كان عندنا كهدف أننا ندوزو للقسم الممتاز. بزاف الناس كانوا كيتسألوا كيفاش الفرقة اللي كتلعب برا خمس سنين هذي بعد دوز من هذا القسم الممتاز اللي هو مرحلة اللي هي صعيبة. حنا باقيين في العهد وباقي ان شاء الله الرحمن الرحيم نتحمل المسؤوليه والصعاب. هاد السنه هذه علاش ممكن اننا ننتقلوا نلعبوا في قصر كبير، لان الظروف ديال القاع المغطاه ديال قصر كبير غير مؤهله باش نلعبوا فيها مباراه ديال القسم الممتاز. انتقلنا لمدينه طنجه، وفي الانتقال ديالنا ديما كاين صعوبات، ربما ماشي سهله، يعني باش تمشي تطلب قاعه مدينه اخرى
دائما بحال كتمشي تسعى شي حاجه واحد المسار اللي صعوبات بالمناسبه كنشكر المدير الجهوي الشيء الرياضه المساعده والتفاهم ديالو وبحكم انه مدير جهوي يعني احنا في الجهه ديال طنجه تكون حسيبه فرقينا من يوم الترحيب واستطعنا اننا كما قال احمد اننا ناخذوا ثلاثه حصص ديال المتدربه مع العلم اننا احنا دوزنا مرحله ديال فريق محترف وحنا عندنا لاعبين محترفين اللي خصو يترينا في الصباح وفي العشيه خصو يترينا بمصلحتنا احنا كفرق انا خصو يترينا لان هو عنده عقد عمل وخصو يعمل الخدمه ديالو باش حنا نحققوا النتائج كيتعذر علينا اننا نحصلوا على علاقة على مغطاس باش نمارسو التدريب العادي اللي كيمارسوها في الخارج ولا ليس بالنسبة لنا حنايا كنظن جميع الفرق عندها قاعة خاصة بها اللي كتحضر الأوقات الكاملة باش تعمل التدريب فمرة أخرى كنوجه إلى السلطات المحلية والمعنية بالأمر أن تسرع في إيجاد القاعة المغطاس وتسرع في باش تكمل القاعة المغطاة ديال المغرب الجديد فيما يخص وسيلة النقل احنا كما تعرفوا انه السنة هذه عندنا مشكلة وسيلة النقل كان احنا كفريق ليكسوس كنا في 2015 من طلعنا القسم الوطني الثاني كنا حصلنا على وسيلة النقل كانت اتفاقية انه المبادرة الوطنية تعطينا وسيلة النقل بالإنجاز اللي كنا حقا عليها وبحكم أننا كنتنقلوا كل ساعة فعلا استطعنا أن نحصلوا على وسيلة النقل ولكن كان ارتقى بعض العناصر بعض الإخوان من المجلس البلدي أنه دوز وسيلة النقل عن طريق البلدية باش حنا يكون عندنا امتياز أننا نستافدوا من الغازوال من الشيفور من الأوراق ديال السيارة حنا جاتنا فكرة بأنها استحسن الفكرة على أساس الاتفاقية هذه أننا نتعفاو من الغازوال شيفور والأوراق ديال الطوموبيل خلينا السيارة تدوز البلدية وعملنا شراكة حنا مع البلدية بهاد الامتيازات هذه هاد السنة هذه وللأسف كنسطر عليها وللأسف السيارة اللي كانت مخصصة للفريق كنجمعو صعوبات باش نحصلو عليهم وكاين الأشخاص اللي كيحاولو يعطلو المسيرة ديال الفريق في هاد النقطة في التجربة هذا فالفريق إلا مكانش كيستافد من دعم اللي هو مهم مادي ولا معنوي اللي يساعد الفريق فالحافلة أبسط الأشياء اللي كان كيتوقع على الفريق أن السنة هذه عندنا مشكل فيها باش كنحصلو عليها ومرة أخرى كنوجه نداء للناس اللي كيبغيو يعقلوا المسيرة الفريق أو توفر الفريق على الحافلة ديالو نطلبو منهم أنهم يتراجعوا ويصحوا هذا الخطأ اللي قائم فيما يخص السؤال ديالكم على مالية النادي المالية ديال النادي والمالية ديال النوادي الرياضية بصفة عامة في المغرب كانت كتعتمد على منح اللي كتقدمها للمجالس قبل كانت المنح كتجي من عند المجلس البلدي المجلس الإقليمي مجلس الجهة هاد السنوات الأخيرة مع الجائحة ديال كوفيد و كاين بزاف ديال الجهات المانحة اللي هي خلات المنح ديالها ودوزاتها كما كيقولوا المصلحة العامة وأغلب الفرق ما استفدش من المنح ديال الفرق الرياضية حنا كنتمنوا هاد السنة هادي يكونوا معنا المجالس المانحة والجهات المانحة يكونوا معنا في المستوى وفي التطلعات ديالنا والفضل الكبير بالنسبة للمالية الفريق يرجع لأعضاء المكتب المسير الفريق شكرا لكل من يساهم في هذا المالية ديال الفريق السؤال
التالي ديال مدينتي كان سؤالوا على حفل النقل وربما تطرقنا له على كان الفريق والقاعة مغطاة والعقود تكلمنا له فيما يخص سؤال السي أحمد نعمان على لقاء التواصل اللي كان عندنا مع السيد العامل الجمعة الماضية فعلا كان في التقديم ديالنا اننا يعني الجمعه كنا عندنا لقاء مع السيد العامل بكل صراحه كنشكره لان انا كنت كنتظر لانه ما يكونش عنده علم ودرايه بالفريق والمكانه اللي كيلعب فيها بكل صراحه فاشلنا ربط عنده معلومات كافيه على المستوى اللي كنلعبوا فيه وعلى المجهودات اللي كنديروها وعلى المشاكل اللي كنعانيو منها حنا حاولنا ركزونا على نقطة ديال القاعة المغطاة، القاعة المغطاة وعدنا السيد العامل بأنه يبذل الجهد الكامل باش إن شاء الله الرحمن الرحيم أقرب وقت تكون مكملة، هذا هو اللي وعد الدنيا مع السيد العامل، ووعدنا كذلك أنه إذا كان شي أمور اللي هي كتخص الاختصاص ديالو فهو ما يدخلش على الفريق باش يتدخل ويحل المشاكل فمن هذه المرة كنشكرو على التجاوب ديالو وكنتمناو انه يكون مع الفريق والتطلعات ديالو لان الفريق هو فريق ديال المدينه وفريق ديال الاقليم وشكرا للجميع وكنشكركم فيما يخص النقطة ديال المستشارين حنا كفريق كما كتعرفوا أن السنة كما هو السنة الاستثنائية ما تقدناش الفرصة أننا نقلبوا على المستشارين لأن حنا عندنا العمل المشكل الرئيسي بالنسبة للمستشارين اللي كنواجهوا حنا كعائق هو مشكل القاعة المغطاة حنا في السنوات الماضية قلبنا حول نقلبوا على المستشارين ولكن المستشعر كما تعرفوا انه خصو يعرض البضاعه ديالو خصو يستافد من العقد الاستشاري اللي عندنا فالتساؤل الاول كيقول لنا كيفاش نعمل معاك الكونترا ديال السبونسورينغ هو انك غادي تسافر عند المنتوج على القاعه المغطاه ما عندكش ولا غير على الكونترا يعني صعيب اننا نوجدوا مستشعر اللي يدخل معنا في هذه التجربه هذه ولكن ان شاء الله السنه المقبله تكون عندنا مستشعرين اللي دخول المالية ديال الفريق حتى كما قال بمناقشة مع